السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الحلقة معي ضيفي الكريم الدكتور محمود سليم، طبعا أخصائي الطب الرياضي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور، أخبارك إيه؟ أهلا بحضرتك. نورنا. الحمد لله، نورك. الله يخليك يا رب. في البداية عايز أتكلم عن طبعا في ظل جائحة طبعا فيروس كورونا المستجد طبعا، وأهمية وسلامة اللاعبين طبعا في التجمعات، إذا كان في اختبارات أو في تجمعات فرق أو معسكرات. فأنا عايز قبل ما أتكلم عن البرامج الوقائية الخاصة بهؤلاء اللاعبين، عايزين الأول نتكلم عن الموجود في الحدث الحالي في المجال الرياضي وأهمية التوعية لتلك اللاعبين. أهلا بحضرتك. طبعا ننوه في البداية عن أهمية البرامج الوقائية. البرامج الوقائية لها الدور الرئيسي في الحفاظ على أهمية وسلامة اللاعبين. تمام. طبعا مما يؤمن لهم المشاركة والممارسة الرياضية بصورة آمنة، ودايما بنذكر أن الوقاية خير من العلاج. تمام. طبعا بيشترك في الأدوار الوقائية ديت العديد من الهيئات الرياضية، منها الاتحادات الرياضية عموما. تمام. من خلال سن القوانين الخاصة بالأنشطة الرياضية عامة. طيب بالنسبة برضو عايز اتكلم عن يعني نقاط عديدة، ومن اهمها طبعا البرامج الوقائية للاعبين في كرة القدم وبالاخص الناشئين والبراعم. طبعا هذه البرامج الوقائية الخاصة بالناشئين والبراعم طبعا هي اساس طبعا الحفاظ على اي مرض او اي فيروس طبعًا يجي للاعيبة، صح؟ طبعا. طب فعلا عايزين نتكلموا على هذه النقطة المهمة للاعبين. البرامج الوقائية وعلاقتها بالتدريب، حضرتك تقصد البرامج الوقائية وعلاقتها بالتدريب. وعلاقتها بالتدريب. تمام. البرامج الوقائية وعلاقتها بالتدريب عامة بتشترك فيها هيئات رياضية كتير، منها الاتحادات الرياضية، منها الأجهزة الطبية، منها المدرب، منها اللاعب، منها كل ما هو ليه علاقة بالملعب. تمام. كل ده بيشتركوا في منظومة الوقاية الرياضية. فاحنا ممكن نذكر مثلا كمثال الاتحادات الرياضية دورها ايه في الوقاية من الإصابات داخل الملعب. الاتحادات الرياضية من خلال سن القوانين الخاصة بالممارسات الرياضية عندنا مثلا بيحددوا مساحات الملاعب. طبعا في مرحلة البراعم والناشئين الملاعب في كل مرحلة سنية ليها مساحات ملعب مختلفة، ليها مقاس كورة. طبعا كل ده بيفرق جدا في الـ يعني لازم الضوابط دي محطوطة على أسس علمية. طبعا بناء على أسس علمية كتير بيتم وضع القوانين دي، وبيتم تحديد مساحات الملاعب. تمام. علشان خاطر طبعا علشان خاطر ما يحصلش بعد كده إصابات مثلا من لاعب. مثلا بتحصل أوقات مدربين بينزلوا مواليد صغيرة براعم على ناشئين، على ملاعب ناشئين وكبار، بالتالي بيتم حدوث مشاكل كتير جدا وإصابات من الإجهاد لغيره، بسبب طبعا إن اللاعب بيبذل مجهود بدني مش بتاعه، لسه هو ما وصلش المرحلة اللي يحتاج فيها المستوى ده. تمام. من المجهود الرياضي. دكتور برضو عايز أتكلم برضو عن يعني فيروس كورونا، وطبعا ما هي طبعا الإجراءات الوقائية السليمة في ظل تجمعات اختبارات اللاعبين والمعسكرات المقامة للاعبي كرة القدم وبالأخص الناشئين والبراعم. طبعا ده دور الأجهزة الطبية بيكون دور أساسي جدا في الموضوع ده. الأجهزة الطبية بدورها المفروض إن هي بيتم عمل نشرات توعوية للعيبة، بتنزل مثلا الجهاز الطبي لكل فريق أو كل مؤسسة رياضية، بيقوم بعمل نشرات طبية من خلال مثلا يرسلها لهم على الجروبات الخاصة بيهم، أو من خلال إنه يكلمهم في الملعب نفسه، يعرفهم مثلا إيه الإجراءات ديت وإزاي نحافظ على نفسنا ضد العدوى. وطبعا بيدي نفس الكلام للمدربين. طب أنا عايز تعليمات منك لتلك اللاعبين، علشان برضه لهؤلاء اللاعبين يعني تعليمات الإجراءات الاحترازية. يعني طبعا طبعا بمراعاة المسافات، بناخد التباعد. طبعا التعليمات بتاعتنا من وزارة الصحة، ان احنا بنتبع الاجراءات الاحترازية، وبنعرف ايه المطلوب وبنعمله، بندي ده للعيبة وبندي ده للمدربين من خلال ورش عمل.
نقول لهم مثلا ان احنا المفروض نتباعد مسافات معينه، مسافات امنه في خلال الوحده التدريبيه برضو بيتم نفس الكلام. بنقيس المفروض بيتم قياس الحراره قبل الوحده التدريبيه، خلال بعد الوحده التدريبيه برضو، من خلال ان بيبقى في مثلا مسافات بين ادوات الخاصه بكل لاعب، بيبقى في ان كل حاجه بيبقى استخدام شخصي، بتبقى لكل لاعب، ما ينفعش فيه خلط ما بين ادوات لاعب والاخر. طبعا كل الكلام ده مهم جدا في الاجراءات الوقائيه الخاصه بفيروس كورونا. تمام. برضو في نقطة مهمة جدا مش عايزين نستبعدها، برضو الإصابات داخل الملاعب وكيفية التغلب، أو طبعا اللي أنا أفادي نفسي من هذه الإصابات. طبعا بيتم دي ما اللي كنا بنتكلم فيه بقى، اللي هو الاتحاد الرياضي طبعا بيشرع القوانين الخاصة بمساحات الملاعب، بالملابس، بزمن المباريات وفترات الراحة، كل الكلام بتكافؤ المنافسات. طبعا من خلال اللي عندنا مثلا بنرجع لمساحات الملاعب دي، بيتم طبعا تحديد مساحة لكل مرحلة عمرية. بالنسبة للملابس، ان يكون الملابس مناسبة للاعب، ليها اشتراطات طبعا ومعايير لعدم الإصابة والوقاية. الأحذية الرياضية ليها مواصفات. التكافؤ بين في المنافسات من خلال المراحل العمرية، ما ينفعش مثلا برضو ان انا اجيب ولد عنده 18 سنة يقابل مع 14 بالزبط. سنة دي مشكلة كبيرة جدا، بتعمل عملية حرق اللعيب. تمام. اللعيب كل لعيب ليه مواصفات بدنية معينة، وليه نظام معين، وليه تغذية برضو المفروض معينة، بيتم في الاساس بتاعها الوقايه من الاصابات، لازم يراعي اشتراطات معينه لازم يراعيها. طب الاجهزه الطبيه ودورها في الوقايه من الاصابات؟ طبعا الاجهزه الطبيه اول حاجه، اول ما اللاعب بيجي داخل المفروض النادي او يشترك في النادي، بيدخل على مرحله الكشف الطبي، دي اول مرحله اللاعب بيقدم عليها. طبعا لازم اللاعب يكشف كشف شامل على نفسه من خلال طبيب البشري. من بعد كده بيبدا يدي التوجيهات والتعليمات، هل اللاعب ده يصلح. هو طبعا الطبيب البشري الملازم للفريق بيبقى عارف المواصفات الصحيه الخاصه بلاعب كره القدم الجيده. تمام. فبيبدا يقول ده ينفع يلعب كوره ولا لا. اول راي الطبيب طبعا. تمام. بعد كده بيدخل دورنا كاخصائيين تاهيل في الملعب وكده، ان احنا ناهل اللاعب ونبدا نديله معايير يمشي عليها ومواصفات يمشي عليها، سواء بدنيه او من ناحيه برضو من ناحيه التغذيه، حاجات طبعا مناسبه وملائمه للمرحله السنيه بتاعته، بحيث ان هو يقدر يدخل في مرحلة الإعداد البدني بقى والاشتراك مع زمايله. طبعا لو لاعب فاته الكلام ده كله، ممكن يدخل في مراحل يدخل مثلا يشوف نشاط رياضي تاني لو هو مش مناسبه نشاط كرة القدم مثلا. طيب عايز أتكلم عن نقطة مهمة وهي الجهل. دلوقتي في يعني دخلاء على المجال الرياضي بيروح يفتح مثلا جيم، ما عندوش توعية ولا درس تربية رياضية ولا إصابات ملاعب ولا أي حاجة، ولكن للحصول على ربح طبعا بدون أي دراية ودون أي علم، بحيث مثلا ملعب أو لاعبين براعم في سن صغير جدا ويبدأوا يشتغلوا مع واحد غير مؤهل وغير دارس، وبناء عليه ممكن تحصل مشكلة متفاقمة في أو إصابات لتلك اللاعبين. فأنت رأيك في هذا الوضع؟ طبعا دي كارثة ودي مشكلة كبيرة جدا. تمام. ننصح بيه بقى؟ طيب اتفضل. دايرة اتساع خبرة ودايرة معلومات المدرب ديت اللي بتدي للاعب ثقة في المدرب ده. تمام. وبالتالي بيبذل أقصى ما يمكن من جهد مع المدرب وبينفذ تعليمات المدرب. بعد كده بيتم يعني من خلال الفحص المدرب ليه، بيتم ان هو مستواه البدني بيعلى نتيجة انه بيسمع كلام المدرب وواثق في المدرب. طبعا ده المدرب اللي هو اللي هو مثلا اكاديمي. تمام. ده المدرب الاكاديمي. طبعا ده بيبقى مردوده ايجابي جدا وبيحد ذلك من حدوث اصابات للاعب. طيب عايز اتكلم عن طرق الوقايه من الاصابات الرياضيه داخل الوحده التدريبيه. طيب تمام. دي بتتم من خلال ثلاث محاور رئيسيه. اتفضل. المحور الاولاني اللي هو محور
التهيئه. تمام. التهيئه ده بيتم من خلاله اللاعب ان هو المدرب بيبقى ليه رؤيه في الوحده التدريبيه بتاعته، هو عامل ايه في المرحله يعني في المرحله الرئيسيه او الجزء الرئيسي للتدريب. بيربط المفروض الجزء الرئيسي ده بالاحماء، انه يسخن اللاعب كويس جدا، والتسخين بتاع اللاعب يكون على العضلات العامله للنشاط الرياضي، وكذلك جميع عضلات وجميع اجهزه الجسم يشتغل على جميع الجسم، تمرينات جنرال عامه وتمرينات متخصصه بالمهاره اللي هيتم شرحها في الجزء الرئيسي. بعد كده بيدخل اللاعب طبعا لو النشاط البدني هيبقى كتير، المفروض انه بيكثف شويه نقطه الاحماء بتاعته او التسخين عشان اللاعب يبقى داخل جاهز. طيب بيدخل في الجزء الرئيسي اللي هو الجزء مثلا الاعداد التمرينات والمهارات وكده، بيتم فيه المفروض ان في زمن برضو راحات بينيه كده في الوحده التدريبيه نفسها. تمام. منها راحه سلبيه منها راحه ايجابيه. الراحه السلبيه اللي هو ما بيبذلش اي مجهود، الراحه الايجابيه بتتم عن طريق ان هو بيبذل مشي خفيف او اي مهاره خفيفه انديفيدوال تريننج كده لوحده. طبعا لازم المدرب يراعي موضوع ان التدرج في الحمل من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب. تمام. دي حاجه مهمه جدا برضو لازم المدرب يراعيها في الوحده التدريبيه. تمام. بعد كده تهدئه العضلات. التهدئه بالظبط كده. التهدئه بتاعه العضلات بيدخل اللاعب بعد كده في مرحله اللي هو مثلا خلاص خلص الوحده التدريبيه بتاعته ومحتاج الاستشفاء، المفروض ان هو بيتم بيقوم عمل حركات اللي هي التدريبات خفيفه، تمرينات خفيفه استريتش كده او مشي خفيف حوالين في مكان الملعب في مكانه كده، من خلال ده طبعا عشان الاجهزه الحيويه بتاعته والعضلات ترجع لحالتها الطبيعيه لما كانت عليه قبل الوحده التدريبيه. وبيتم ذلك طبعا بيتم ذلك نجاح الوحده التدريبيه بالشكل ده، لازم الثلاث محاور دول. تمام يا دكتور. ما هو دور المدرب في الوقايه من الاصابات؟ ايه دوره؟ تمام. المدرب عليه الدور الرئيسي في الملعب طبعا، لان هو يعتبر بس قبل ما اقول دوره اكيد لازم أن يكون ملم طبعا بتلك طبعا بالوضعيه بتاعه اصابات الملاعب. طبعا. تمام. طبعا ملم، ثم اقول له دورك ايه بالظبط. الالمام الجيد بالاصابات الطارئه اللي ممكن تحدث في الملعب. اوقات مثلا اللاعب وهو في الملعب بتحدث ليه مثلا اصابه خطيره، فالمفروض المدرب المفروض المدرب يبقى ملم بالاصابات الطارئه ويعرف ازاي يتعامل معاها لحين وصول الشخص اللي موجود بره، يعني حتى لو ما حدش قرب ليه او حتى عدلوا في الوضع الصحيح بتاعه ده كويس جدا، بحيث ان هو يلحق ان هو يتعامل مع اللاعب بصوره امنه وسليمه. تمام. ده جانب وقائي مهم جدا. المفروض المدرب بيراعي اختيار العناصر بتاعته اختيار جيد. بعد كده بيبدا ان هو ينزل الوحده التدريبيه، مش اي حد، ان لازم اللاعب اللي ينزل يكون لاعب سليم معافى، ما يبقاش مثلا عنده اي مشكله. لازم ان هو يركز على الاحماء الجيد في الوحدة التدريبية، ده مهم جدا. يراعي الاشتراطات الصحية. تمام. والوقائية، ده مهم جدا برضو خلال الوحدة التدريبية. وأهم حاجة الإحماء، لأن الإحماء طبعا بيقي من طبعا من الإصابات. طبعا. تمام. الإحماء ده أهم حاجة طبعا في المراحل الأساسية الوحدة التدريبية. تمام. دكتور برضو عايز أتكلم عن دور اللاعب بقى، بدل ما دور المدرب، لا دور اللاعب. تمام. في الحفاظ على نفسه والوقاية من أي إصابة تحدث داخل الملعب، لأن ليه دور برضو هذا اللاعب. طبعا. اللاعب لازم يكون طبعا ما يخبيش أي إصابة ممكن تحدث ليه. بنشوف كتير في الملاعب إن اللاعب مثلا ممكن يبقى عنده إصابة ويبقى نفسه يشارك في الماتش ده قوي، فيقول لا أنا هنزل الملعب وبتاع، وما يخبي على أخصائي الإصابات اللي موجود أو الطبيب أو المدرب المشكلة اللي عنده، وطبعا دي بتحدث ليه مشكلة كبيرة جدا. تمام. لأن الإصابة بتاعته بتتضاعف في الموضوع ده. المفروض اللاعب بينفذ تعليمات المدرب اللي بيديها له يمارسها بره. التغذية، من حيث التغذية السليمة لازم اللاعب طبعا يكون يتغذى غذاء مناسب
للتدريب بتاعه. كل رياضه وكل رياضه ليها الغذاء المناسب بتاعها وليها طبعا الاشتراطات بتاعتها، فلازم اللاعب ينفذ التعليمات مظبوط جدا، ولازم ان هو يكون على درايه بالرياضه اللي هو بيمارسها، وينفذ الراحه الفسيولوجيه اللي هو النوم طبعا، ما يقلش نومه عن 8 ساعات. أيوة، عايز اتكلم عن قصه الراحه، ان اللاعب لازم أن ياخد قسط وافر من الراحه طبعا، علشان التركيز وعلشان يبقى جسمه مرتاح وعنده تهيؤ واستعداد للتدريبات الشاقه، اذا كانت بدنيه او طبعاً مهاريه او خططيه. فطبعا احنا عايز اتكلم عن الراحه، اللاعب بيسهر كتير وينام لك مثلا 4-5 ساعات ويطلع على التمرين، فاحنا ننصح اللاعبين بعدد ساعات من الى يعني من هو المتوسط بتاع عدد ساعات اللاعب الناشئ 8 ساعات. كويسين جدا، بس هو يداوم عليهم ويحاول ان هو ما يتاخرش، والسهر والكلام ده كله طبعا مرفوض. اختلاف مواعيد النوم بتاعته مرفوض، لان ده بيأثر عليه جدا في الملعب. تمام، بيبان عليه برضو، ممكن يعمل له مشاكل كتير صحيه. طيب بالنسبه ارتداء الملابس بالنسبه للاعبين في الاجواء الحاره طبعا، يعني برضو ننصح اللاعبين بارتداء ملابس مثلا قطنيه ولا طبعا القطنيه؟ تمام مظبوط. الالوان القطنيه طبعا والالوان، عشان طبعا الغوامق مش هتنفع في الصيف يعني، هو على انت شايف ايه؟ على حسب الزي الخاص بكل نادي يعني. تمام، النادي مثلا هل هو النادي هيغير التأمين بتوعه مثلا اللي جايبهم؟ فالمفروض ان هو يعني بيراعي فتره الشمس الذروه او كده، ان هو ما يمرنش فيها، يمرن متاخر شويه او بدري شويه، بحيث ان هو ما يبقاش تحت اشعه الشمس المباشره. ده اللي انا اقصده. تمام تمام. طيب بالنسبه اخر حاجه بقى عايز اتكلم فيها، بالنسبه للمدربين والتعامل النفسي مع اللاعبين، في مدرب معلش بيطلع الفاظ للعيبه بيوصل للولد قمة التوتر، فأنا بنصح للمدربين الانفعال الزائد اللي أنا بوصل الولد التوتر العالي أو التوتر الزائد، طبعا أكيد بيجيب طبعا بيجيب حاجات سلبية. تمام، فأنا أو بيعكس حاجات سلبية بالنسبة للاعبين، فننصح المدربين اللي هم اللي أعصابهم زايدة، اللي هم بيشموا اللعيبة. تمام، حارس مرمى دخل فيه مثلا اهداف ما بيشجعوش، ولكن بيبدا يحبط الولد وبيحبط من معنوياته، فانا عايز انصح تلك او هؤلاء المدربين. طبعا المراحل السنيه الصغيره ما تعرفش الموضوع النفسي ده مهم جدا بالنسبه لهم، الدعم النفسي للاعب هو اللي بيقوم اللاعب، حتى لو المستوى المهاري بتاعه ضعيف او المستوى البدني بيطور من نفسه ويعلى علشان خاطر الدعم النفسي الكويس اللي بياخده من المدرب بتاعه. طبعا في حال حدوث ان اللاعب بيبقى دايما التاثير عليه سلبي، انت ما بتعرفش تلعب، انت مستواك البدني ضعيف، انت ما تنفعش لاعب، طبعا اللاعب بيحصله مشاكل كتير جدا نفسيه وبدنيه وكل أكيد حاجه اكيد. وبالتالي بيتم العزوف عن الملعب، بيبدا ان هو يسيب الملعب ويتجه اتجاهات تانية، فالمفروض المدرب يحتوي اي لاعب ويوصل معاه لدرجه مصاحبه، ان اللاعب يقول له كل حاجه، وان اللاعب ما يخبيش عليه اي حاجه، وان يكون في رتم المصاحبه ده لازم اساسي يكون موجود طبعا. بالتالي النفسيه بتاعت اللاعب هتبقى مهيئه ان هو يعمل اي حاجه، زي ما قلنا دلوقتي انه يبذل اقصى ما يمكن من جهد، طالما حاسس ان المدرب معاه وبيدعمه، كل ده طبعا مؤثر نفسي قوي جدا للاعب يعني طول ما في دعم. طبعا احنا في ختام هذه الفقره طبعا الشيقه والجيده، طبعا بنحب نشكرك طبعا، بس حابب توجه قبل ما نختم معاك، حابب توجه شكر خاص في هذا المجال لاحد؟ طبعا بنشكر الدولة على وزارة الشباب والرياضة والقيادة عشان خاطر الدعم الرياضي، وبنشكر كل المدربين اللي بتنفذ التعليمات الوقائية السليمة،
وشكر. حبيبي دكتور محمود، انت من الشخصيات الجميله فعلا وفي استفاده من هذه طبعا الدراسات الجيده. طبعا في ختام هذه الفقره بكرر شكري للدكتور محمود سليم، شكرا جزيلا دكتور محمود. شكرا جدا. هنطلع لفاصل. اكاديميه نادي الاصدقاء بمحافظه دمياط بقياده الكابتن شحاته هجرس، ونستقبل ضيوفنا الكرام. يعني كلمنا عن الأكاديمية النهاردة وعن اليوم البراعم النهاردة وتشجيع البراعم لكرة القدم. والله أنا شايف الأكاديمية دي بالذات فيها براعم متميزة، يا ريت من الكشافين بجميع المحافظات يخشوا كل الأكاديميات دي. الأكاديميات دي شغالة 10 على 10. أي نعم فيها الحلو والوحش، بس لازم هيكون فيها لعيب أو اتنين كويس يمثل النادي، يمثل أي حاجة، يمثل منتخب مصر. حالة لا تسعد أي حد خالص، بعد ما كنا احنا بعبع الانديه كلها، كنا الناس كلها تيجي لما تيجي تلعب دمياط او غزل دمياط، كنا في دوري ممتاز، كانت بتعمل حساب وكانت بتبقى قد ايه هي الآن من فرقه دمياط غزل دمياط ودمياط وجمهور دمياط العظيم. كل ده النهارده مش لاقيينه، النهارده بقينا في مستوى ما يليقش بيه، او درجات من الدرجات اللي هي الثالثه، الدرجه الثالثه تليق بنادي دمياط او غزل دمياط. طبعا احنا في الجيل بتاعنا كان مثلا اهالينا يمنعونا من لعب الكوره وكده وبتاع، كان زمان الكوره يقول لك مثلا ايه ده، هتعطلك عن دراستك عن شغلك كده بتاع، ولكن دلوقتي بصراحه المنظر جميل، والاهالي دلوقتي بتحاول ان هي تخلي اولادها تلعب كوره، لان الكوره دلوقتي معلش يعني من وجهه نظري الشخصيه احسن حاجه بعد عباده ربنا الرياضه. طبعا كابتن شحاته هجرس بشكره ان هو اتاح لي الفرصه انني اجي احضر بطوله الكوكبه المحترمه الموجوده. طبعا الاكاديميه بتاعت الكابتن شحاته ربنا يكرمه كده، انا بتعامل ان انا باخد منه ناشئين من دمياط واروح اوديهم نادي الرياضه. بنطلع معسكرات بره، بنقعد 4 ايام طبعا في سكن كده، بنطلع معسكرات تمرين على الرمل، حاجات كتير. طموحك ايه؟ انا طموحي اكيد لعب كوره والعب في نادي ممتاز باذن الله في مصر. ايه دوري؟ مواليد سنه كام؟ 2009. شايف ايه المختلف هنا عن الاكاديميه وانت لسه وانت موجود فيها؟ لا في الاكاديميه هنا كنا بنعمل تمارين بدني ونطلع معسكرات بره كده. طموحك ايه؟ العب في فريق منتخب. مدرس فتحي هلال. تلعب مواليد سنه كام؟ 2008. كلمنا عن الاكاديميه هنا. أكاديمية تمارين بدني ونطلع معسكرات وبنكسب وبنخسر عادي. الأكاديمية إن شاء الله الحمد لله إحنا بادئينها بقالنا 6 سنوات، والست سنوات دول الحمد لله إحنا عملنا فيها إنجازات جامد. الإنجازات ديت إحنا طلعنا براعم كويسة ولاعيبة ما شاء الله كويسة، زي مثلا خالد وليد، نور الإمام، فارس، أمير، مقلد، مصطفى وعمر، يعني احنا مطلعين اجيال، عبد وعيسى، اجيال كويسه قوي. انا معايا مدرب ماسك 2010 كابتن محمد الخطيب، مدرب كفء واولياء الامور بيشيدوا بيه، معايا مدرب تاني اللي هو محمد هجرس، ده مدرب لسه ناشئ، لسه لاعب صغير، بيدي الولد بيوصل له كل حاجه كويسه، ان يقدر يوصل ان هو بدني وامكانيات على اعلى مستوى. كذلك الكابتن احمد الغضبان مدرب ماسك 2013 و12، عند الكابتن عبده مدرب حراس المرمى، والاكاديميه زي ما حضرتك شايفه كده اولياء الامور بيساندونا في كل حته، بنروح في القاهره، في اسكندريه، بورسعيد، بيساندونا. اللعيبه ما شاء الله متجاوبه معانا، في لعيبه متجاوبه معانا اللي هي بقت كويسه. محمد اسامه البحيري مواليد 2009، 25/8/2009، وما شاء الله الاكاديميه هنا كويسه جدا، ويعني يعني حاسس بالراحه النفسيه هنا وبالتقدم على طول. وليد امر عبده هيثم عيسى مواليد سنه كام؟ 2011. شايفه هنا الاكاديميه ازاي؟
لا هي ما شاء الله، انا كنت يعني عبد اول ما جه هنا ما كانش بيعرف اي حاجه في الكوره يعني، كان نهائي. فما شاء الله بقاله 3 سنين دلوقتي في الاكاديميه، من يوم ما جه الاكاديميه الحمد لله بفضل ربنا والكباتن بقى مستواه عالي جدا. ورجعنا لكم تاني. طبعا كان هذا تقرير من محافظة دمياط لأكاديمية طبعا الأصدقاء، شغل جيد وشغل وافر طبعا من الكابتن شحادة هجرس المدير الفني للأكاديمية اللي حاضر معنا في الاستوديو في هذه الفقرة. أهلا وسهلا كابتن. أهلا وسهلا كابتن. نورنا والله. نورك كابتن أحمد، شرف لينا لما نكون معك كابتن أحمد في البرنامج. الله يخليك. ومعايا طبعا النجوم الكبار. قولي بقى أنت مواليد 2007؟ اسمك إيه بقى؟ اسمي نور السيد. نور السيد، أنت 2007، بسم الله ما شاء الله كويسه يا نور. وانت رشاد ايه؟ رشاد سامح ابو ورده. ابو ورده انت؟ مواليد كام يا ابو ورده؟ ماشي يا رشاد. 2008. مركزك ايه بقى؟ بكرايت. وانت فرود. كويس. كابتن شحاته، يعني الاكاديميه افرزت بعض اللاعبين الجيدين في الاونه الاخيره او في الفتره الاخيره، دي برضو حاجه كويسه ولها مردود ايجابي ومردود جيد بالنسبه يعم الاكاديميه. عايز تديني نبذه طبعا عن الاكاديميه بقى لها فتره قد ايه؟ الاكاديميه يا كابتن احمد الحمد لله شغالين بقالنا 5 سنين الحمد لله بفضل ربنا، 5 سنين شغالين الاكاديميه، يعني معايا 4 مدربين شغالين منضبطين معايا في ال5 سنين. تمام. ما غيرناش مدربين، وان شاء الله الحمد لله باذن الله احنا معايا كابتن محمد الخطيب ماسك 2010. عامل شغل جيد، مدرب محترم، وهو كان اصلا لاعب كوره. فالمدرب ده ماسك 2010 مطلع اجيال، مطلع فرقه كوره 2010 بتلعب اي حد، بتلعب اي حد، بتلعب اي فرقه. وعيال مميزه وعامل لهم برنامج كويس تدريبي، وهم ما بياخدوش تدريب يعني بدل زي ما انت فاهم 2010 قد كده. عندي برضو كابتن محمد هجرس ده لاعب كره لسه بيلعب في نادي غاز دمياط، ماسك 2007 و8 و9 مجمعينهم مع بعض. تمام. اتنين مدربين، دي حاجه برضو كويسه برضو. طبعا شغال معاهم. بدني، شغال معاهم بدني يعني شغل عالي، شغل كويس برضو. بنطلع معسكرات يا كابتن احمد. تمام. احنا طالعين معسكر كان في العيد اللي فات ده. طالعين معسكر بنجهز فيه لعيبه بدني وفني ومهاري وخططي. طبعا معانا اولادنا اللي معايا ما شاء الله فرقه 2008 مميزه جدا، و2009 و2007. تمام. معايا نور اللي هو قاعد مع حضرتك. نور السيد ده راس حربه ما شاء الله، يعني يلعب في اي نادي، وان شاء الله بفضل ربنا السنه دي ان شاء الله هيكون في اعلى نادي ان شاء الله في مصر. كذلك رشاد، ده رشاد ده حدوته ورد، ده رشاد ده بقى يعني رشاد ده انا بتكلم عليه لان بيلعب في كذا مركز. طب نسمعه يعني منه بقى، مش عايزين نسمعه منك بقى كوتش. قول لي كده يا رشاد، طبعا الكل بيشكر فيك ولعيب كويس جدا وشفنا لك فيديوهات كويسه، قول لي بقى انت مركزك ايه في الملعب؟ انا مركزي الاساسي بكرايت. تمام. والكابتن يوقفني سيرد باك. يعني بتلعب بكرايت بتلعب سيرد باك، يعني كويس في الحتتين دول. بيلعب ديفندر وديفندر كمان. يعني لاعب مدافع بحت طبعا. وسط وتحت وعلى الطرف، دي حاجه برده كويسه. تعرف تقول لي بقى كده افضل مباراه انت لعبتها كده تفتكر؟ افضل مباراه احنا لعبناها كان في المعسكر ضد فرقه السد القاهري. السد القاهري. تمام. مظبوط. الكلام ده قدنا والله شغل عال، والحمد لله احنا كسبنا 2-1 كان ماتش جميل. لا طيب يا نور، كلمني برضو انت مويد كام يا نور؟ 2007. مركزك ايه في الملعب؟ فرود. فرود. تمام. انت 2007 جسمك كويس، قول لي بقى ايه رايكم في الاكاديميه، اكاديميه الاصدقاء؟ الاكاديميه بتبذل معانا مجهود جامد قوي، كابتن محمد هجرس وكابتن شحاته. وبيطلعونا معسكرات، بنتمرن على الجبل في سننا ده، بنتمرن على الجبل. مجهزين بدني كويس جدا، بنتمرن على الجبل وعلى الرمل، بنتمرن في اليوم تمرينتين، بنطلع في معسكرات نقعد 4 ايام واسبوع بعيد عن اهلنا، بنختلط مع اللعيبه. بس في استفاده طبعا. نشوف بقى الاستفاده دي من الكابتن طبعا شحاته. كابتن شحاته طبعا المعسكرات طبعا والاستفاده القصوى لهؤلاء اللاعبين طبعا، بيكون البرنامج شغال على اي اساس؟ بنشتغل برنامج يا كابتن احمد، يعني اول ما بنروح المعسكر واول ما نوصل بنعمل تمرينتين، ما بنعملش 3. نعمل تمرينتين، بنقوم الصبح يعني مثلا. ده تدريب صباحي؟ لا لا احنا بنوصل الظهر في اليوم اللي احنا رايحين فيه. تمام. بناخد تمرينه فكه خفيفه لان هم جايين من سفر. تمام. بتبقى التمرين ديت وممكن بنستكفى بيها، لكن تاني يوم بنعمل 3 تمرينات. تمام. بنطلع نطلع الاول الصبح على الجبل، ناخد الجبل
بنشتغل اول على الادوات على الرمله وبعدين نطلع الجبل بقى. يعني نطلع مثلا الولد ده بيطلع 7 مرات طالع نازل. الجبل بيطلع في مراحل كده واقف وفي مراحل نايم. بنطلع وبعدين بنيجي بقى الضوء يعني ياخد راحته يتغدى وياخد بيطلع اخر النهار فك بقى. تمام. فك التمرين. ساعات نعمل ماتش في الملعب مع فرقه او تقسيمه برضو كذلك. وبعدين في الاخر نطلع على البحر نعمل استشفاء. تمام. استشفاء للاعب. احنا عملنا في ماتش يا كابتن احنا عملناه في القوات المسلحه. كان قصاد الكابتن زيدان. هو انبهر بالاولاد دي. هو فرقته هم كانوا هناك بتاع اكتر من 8-10 مدربين. تمام. بالظبط. كانوا واقفين يتفرجوا على الانديات. انا كنت في طولي وكان معايا المدرب الثاني في الملعب الثاني. فقعدوا يتفرجوا على الكوره وهم بينقلوا الكوره. هو كان انبهر بالعيال ديت. العيال دي ما شاء الله لها مستقبل جامد. بس هو المطلوب يا كابتن احمد اتفضل ان يبقى فيه اهتمام. الاهتمام بايه؟ ما اللاعب ده مثلا حالته الماديه مش كويسه معلش يعني ولازم بتقف جنبوه بالصندوق. فلازم احنا اللي هو اللاعب المميز. فلازم الانديه برضو يا كابتن احمد تراعي النقطه دي. سند الاولاد دي مش لازم يكون معاه مثلا عشان يقدر يوصل او كلام. لا هو معهوش. لازم الكشافه لما احنا نعرض للكشافه دي تعرف ان العيال دي من تحت. تمام. شوفهم كويس مره واثنين وثلاثه وتحكم عليهم. مش عايز ان انا مثلا يبقى احنا مثلا الولد ده ابن فلان هات الولد ده ونسيب ده. لا حرام. لا عايزين بقى بشغله كويس كده نشوف شغله كويس ونشوف الاولاد ديت انها تتشاف كويس. تمام. رشاد قول لي كده رشاد يعني انت كلاعب كويس جدا وبتلعب في 3 مراكز قلت لي بقى ديفندر وايه تاني؟ باكرايت سيرد باك ومساك او سيرد باك. قول لي بقى كده يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ اهلاوي. اهلاوي ليه كده؟ وانت نو اهلاوي. اهلاوي برضه؟ لا انا جايب لك الطقم اهلاوي كله يا كابتن. جايب لك الطقم كله اهلاوي. حكايه. لا الكابتن الخطيب بقى عندنا اللي هو ماسك 2010 زملكاوي زملكاوي. طب الحمد لله. احنا بنشكر الكابتن الخطيب وطبعا بنبارك وبنهنئ طبعا النادي الاهلي بفوزه المستحق على نادي الترجي التونسي في مباراه الذهاب في تونس. وان شاء الله باذن الله تكتمل الفرحه باذن الله من قلبي. تكتمل الفرحه ان شاء الله باذن الله بفوز النادي الاهلي وصعوده للمباراه النهائيه. طبعا معانا الكابتن احمد عبد السلام العربي مراسل البرنامج. طبعا كابتن احمد تحياتي لك يا كابتن احمد. اخبارك ايه؟ انا بخير الحمد لله. الحمد لله. كابتن احمد عايز اتكلم عن المجموعه التاسعه والغلاسه اللي تحت في القاع. فرقتين هبطوا رسمي او 3 فرق وفاضل فرقه والترتيب 4 فرق ترتيبها 36 نقطه. يا ريت تقول لي على الوضع بتاع هذه المجموعه تحت. هو كده بنبارك وبنهنئ نادي شيكو لصعوده للقسم الثاني. كل ما يخص المجموعه التاسعه كابتن احمد اليوم اسدل الستار وتوقف قطار المسابقات المحطه الاخيره في مسابقات دوري القسم الثالث للمجموعه التاسعه مجموعه الدقهليه. تمام. فهو فعلا موسم استثنائي يا كابتن وكانت المنافسه حتى الرمق الاخير سواء في القمه او في القاع. طب الصعود المباراه انتهت كده في تلك المجموعه كده يا كابتن رسميا قدر يحجز فريق شيكو او فريق بيونير بطاقه الصعود للممتاز ده بقياده مصطفى مرع. تمام. بقياده الكابتن مصطفى مرع. طب تحت بقى برصيد 65 نقطه. تمام. تحت احنا بنبارك طبعا لنادي شيكو ولكن تحت بقى المباريات انتهت بالفعل ولغايه دلوقتي مش عارفين الفرقه الرابعه اللي هتنزل او الثالثه. الجدير بالذكر يا كابتن ان حصل مفاجات لقاء قوي جدا فريق كهرباء طلخة وفريق بدواي وكان يكفي فريق كهرباء طلخة نقطه واحده تمليات. تمام. قدر يفجر المفاجأة النهارده فريق بدواي وفاز على فريق كهرباء طلخة بنتيجة 2-1 وحط فريق كهرباء طلخة في مأزق حقيقي. دلوقتي يا كابتن فيه فريق الخيرية 36 نقطة، فريق بدواي 36 نقطة، فريق منية سمنود 36 نقطة، وكهرباء طلخة 36 نقطة. مطلوب كام فرقة تنزل من دولت يا كابتن أحمد؟ المفروض فرقة واحدة يا كابتن. عايزين فرقة واحدة. بالمواجهات المباشرة الخيرية بيكون عندها 7 نقاط وبدواي 7 نقاط ومنية سمنود 10 نقاط وكهرباء طلخة 5 نقاط فقط. ولكن القرار الحاسم والقرار الأخير في لجنة المسابقات أو منطقة الدهلية. طب سريعا كابتن أحمد المجموعات
ال 12 اللي تم صعود او اصحاب صعود للقسم الثاني سريعا. كابتن احمد لو جاهزين معاك. جاهزين يا كابتن. اتفضل. المجموعه الاولى منطقه اسوان صعد فيها كابتن فريق المدينه المنوره. تمام. المجموعه الثانيه؟ المجموعه الثانيه منطقه اسيوط صعد فيها فريق البداري. البداري. تمام. صار القسم الثاني. تمام يا كابتن. اتفضل. المجموعه الثالثه منطقه المنيا نادي ملوي. تمام. المجموعه الرابعه منطقه الفيوم نادي طامية. تمام. المجموعه الخامسه؟ المجموعه الخامسه منطقه الجيزه صعد فريق الاتصالات. المجموعه السادسه؟ السادسه مجموعه القاهره صعد فريق بنها. المجموعه السابعه؟ المجموعة السابعة منطقة دمياط والقناة صعد فيها فريق بور فؤاد. بور فؤاد. المجموعة التاسعة؟ لا، المجموعة الثامنة. المجموعة الثامنة منطقة كفر الشيخ صعد فريق صيد المحلة. صيد المحلة. بغير كابتن طارق سعيد طبعا شغله كويس وشغله جبار، وطبعا من الشخصيات الجميلة كابتن طارق سعيد ومن المدربين الأكفاء. المجموعة التاسعة؟ التاسعة منطقة الدهلية كابتن صعد فريق شيكو أو بايونير. تمام. المجموعة العاشرة كابتن؟ المجموعة العاشرة منطقة الشرقية والمنوفية كابتن صعد فريق بالبيت. المجموعة الحادية عشر؟ المجموعة الحادية عشر مجموعة منطقة اسكندرية والبحيرة صعد فريق المجد. المجموعة الثانية عشر والأخيرة؟ المجموعة الثانية عشرة والأخيرة كابتن منطقة مطروح والعريش صعد فريق المصري بالسلوم. تمام. شكرا جزيلا كابتن احمد العربي مراسل البرنامج. كابتن شحاته، يعني بتكلم عن الاكاديميه وشغل الاكاديميه، عايز اتكلم عن ابرز اللاعبين اللي تم انتقائهم وطبعا تسويقهم لانديه الدوري الممتاز. تمام. انا اقول لك برضو يا كابتن احمد، بس احنا نسينا برضو نشكر كابتن احمد الغضبان. تمام. ماسك 2012 و13 وكابتن عبده مدرب الحراس. تمام. فاحنا عشان برضو احنا بنثنيهم في الاول. تمام. احنا عندنا انا عندي مجموعه لعيبه زي ما قلت لك اللي هو رشاد ونور اللي هم بارزين في الاكاديميه. عندي خالد وليد ده 2009. خالد ده بيلعب في رباط الانوار. تمام. خالد ده ليه مكانه حلوه، يعني ولد 2009 ليه مكانه جميله كويسه وما شاء الله. تمام. عندي برضو كذلك في واد كيلاني، محمد الكيلاني ده 2007 كذلك واد ممتاز جدا. فارس الكوري مجموعه. امير مقلب ده لاعب ممتاز. احمد مقلب كذلك. عندي عمر جون 2008 لعيب 10 على 10 يا كابتن احمد، جدا ممتاز قوي، يعني جون ممتاز جدا. تمام. مجموعه دي يا كابتن مجموعه 10 على 10. 2010 بتوعي عندي مجموعه. يعني انت شغال البراعم المراحل السنيه المتواجده في الـ 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 الاكاديميه من مويكم لمويكم. ما هي احنا بنبدا من خمس سنين. انت بادئ من تحت من خمس سنين. حتى لغايه اخر يعني 2006. 2000 طبعا بقى اللي بيجي بقى اللي هو 2004 والكلام ده و2005 والكلام ده، لا احنا 6 ده اللي برضه بنهتم بيه لان لسه نقدر نسوقه. تمام. لكن 2004 ده يلعب دوري بقى، يعني يلعب دوري ناشئ ده خلاص يعني. خلاص بقى. لكن هو 6 ده احنا بنهتم لغايه من خمس سنين لغايه 2006. بس احنا اهتمامنا يعني بيزيد، الاكاديميه كلها لها اهتمام، بس ال 2010 بتوعي اللي انا مركز عليهم هم 15 عيل، كذلك 2007 و8 و9 يعتبر 20 ولد برضه هم الاساسيين اللي احنا بنركز. بيجي لي مثلا يا كابتن لعيبه بتلاقيه كويس بيتضمن مع الفرقه دي. بيتضمن على اللي هم دي حاجه برضه كويسه برضه. انا عامل الف وب، يعني عامل لكل مستويات لكل مراحل يا كابتن، مش كله كده وخلاص. كل مرحله تمرن مع بعضها. تمام. وكويس بيصعد مع مثلا مع فرقه نور او فرقه رشاد او فرقه مثلا اللي هو السن بتاعه. فهو كابتن شحاته برضه عايز اتكلم عن المدربين، يعني انت جبت اسماء كويسه، هل المدربين دولت يعني حاصلين على دورات طبعا ورخص دوليه وفعلا برضو عايزين نتكلم عشان ابناء يعني اولاد الناس ده امانه في رقبتنا. تمام. طبعا لازم اجيب الولد ادام في اكاديميه يبقى مدرب اكاديمي، واكيد فعلا واكيد. تمام. طبعا مليون في الميه ان المدربين عندك طبعا حاصلين على دورات. تمام. اتفضل اتكلم عنه. بص يا كابتن انا عايز برضو يعني اوضح لك حاجه. عندي مثلا مدرب ما هوش حاصل على شهاده. تمام. تمام. بس هو درس الكوره ولعب الكوره. لعب كوره. لعب واتمرن ودرس كل حاجه.
طب هو ما هوش الفرصه مثلا ما جاتش الدوره وما دخلش الدوره، بس هو راجل دارس الكوره ولعب كوره ولعب كوره ممتاز. انا معاك، بيوصل للولد تمام. بيوصل المعلومه والاستفاده وطول والخبره طوال الاعوام اللي هو مارسها تمام. ولكن انا بتكلم برضو اللي لازم يكون معاه رخصه تمام، رخصه تدريب، رخصه على عينه وعلى راسه انه لعب ما فيش مشاكل، في اللي معايا وفي اللي معهوش تمام. واللي معهوش ده احنا بنقدم له ان شاء الله هنخش دوره بالتدريبات باذن الله ان يبقى معاه الشهاده بتاعته. بس برضو يا كابتن احمد احنا بنتقل على الحته اللي هو مثلا يعني مثلا محمد هجرس ده لعيب كوره مواليد 2000 تمام، بيمرن الاولاد دي هو مش عشان مثلا ان هو ابني او بنتكلم، لا بشهاده الاولياء الامور كلها اللي هم اولياء الامور بتوع 2009 و8 و7 شغال شغل عالي عالي تمام. ما هو هو بيتمرن، هو حاليا فريق غزل دمياط الفريق الاول طبعا عنده فكر، ما بياخد فكر جديد تمام بيوصله الاولاد. انا برضو كذلك بنصب الادوات للمدربين، والمدربين برضو ما عندهم الخبره الكافيه ان هو يوصل الادوات، فاحنا ما بنشتغلش شغل كده وخلاص يا كابتن احمد، ده شغل عن دراسه وعن شغل تمام كويس. انا اقصده حتى بقى حتى احنا عشان الاولاد يستفادوا استفاده احنا حتى في دمياط الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا لنا اسمنا وشغلنا. لا صراحه انت يعني طب كلمني بقى اخيرا عن النادي ابو قير الرياضي، وبانك مدير فني ل 2001 الاستعدادات للموسم الجديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله بفضل ربنا كده ان احنا استعداد باذن الله النادي ابو قير ان نعمل موسم جيد للفرقه ان شاء الله ان شاء الله. وطبعا هبدا فتره اعداد معهم ان شاء الله باذن الله، واكيد هيبقى في معسكرات بحيث ان احنا نوقف العيال على رجليها ووقفه جاهزه ان احنا نقابل اي فرقه نكون احنا عندنا الاستطاعه ان احنا ما تمام. نوصل قطاعات يعني نرفع راس الكابتن احمد فواز على ان شاء الله. انت من المدربين اللي كفايه كابتن شحاته بجد واللي عامل طفره جيده والله حبيب يعني في دمياط وخط قناه بالاخص. احنا كنا برضه في اسكندريه، انا كنت مصر انا عارف انا وصلنا الباع يعني يعني الحمد لله. لا لا الحمد لله باي فرقه بمسكها ليها فضل من عند ربنا ان نواصل معاهم ان شاء الله. قول لي كده ابو ورده، قول لي ابو ورده كده انت حاسس ان انت لعيب تقيل قوي جامد جامد ربنا يوفقك كده. قول لي كده حابب بقى يعني تتكلم ليك زمايل، عايز تتكلم عليهم زمايلك الكويسين بقى. انا بتكلم عن خالد وليد. ايوه هو بلاي جدع. ميكر هو لعيب كويس معاك في الفرقه مواليد 2008 9 و9 كمان طب كويس. وعندي محمد الكيلاني 2007 برضه. وانت نور ابي مين جامد زمايلك بقى كويسين معاك في الفرقه؟ لا كالعاده مفيش اختلاف على خالد وليد وامير مقلد واحمد مقلد. خالد وليد ده لاعب له مستقبل جامد قوي تمام، رغم صغره جدع لعيب مهاري، هو بلاي ميكر، هو فاهمني اما بيجي يلعب معايا انا وهو لينا خطه مع بعض كده، هو فاهمني تمام. وكابتن محمد هجرس يعني هو مش كابتننا واحنا بنعتبره اخونا الكبير، ده بيقدم معانا مجهود جامد قوي. طب كويس، يا ريت لو الصور جاهزه كده نعرضها سريعا كده قبل ما اختم في هذه الفقره. طبعا طبعا الكابتن احمد دودار مدير قطاع البراعم بنادي المصري السلوم اف سي، ومع الكابتن شادي المشايخ من المدربين المميزين والمتميزين في القطاع، ومعانا طبعا الكابتن اشرف هاشم المدير الفني لمواليد 2009 بنادي المصري ايضا، كابتن احمد وتوقيعات البراعم واللاعبين المميزين داخل قطاع البراعم هذا الموسم. طبعا ده توقيع احد اللاعبين البراعم المنضمين لقطاع البراعم بنادي المصري، دكتور مصطفى عبده طبعا من الشخصيات الجميله، الكابتن سامح مدني، الكابتن شادي المشايخ، طبعا الكابتن سعيد عبد الله خضير، طبعا الكابتن محمد بيبو مدربين قطاع البراعم، طبعا الكابتن احمد دار والكابتن احمد والكابتن شادي من الشخصيات الجميله. الكابتن احمد دار ده طبعا اطقم النادي المصري، اطقم بشكل جميل حاجه كويسه، ده اللي هيكون الزي الرسمي ان شاء الله باذن الله. ثلاث اطقم دولت الخاصين بقطاع الناشئين والبراعم، دي لفته طيبه من المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بزياره اللاعب صلاح، طبعا لاعب منتخب مصر مواليد 2003 اللي اصيب في مباراه النيجر والاطمئنان عليه. شعار النادي المصري السلوم اف سي اللي صعد حديثا للممتاز به، طبعا دي من اللعيبه المميزين اللي هنتكلموا عنهم ان شاء الله في الفقره القادمه مع الدكتور خالد
دكتور خالد الجمال. ده الطقم الثالث لنادي المصري، وده توقيع بعض اللاعبين في قطاع البراعم. طبعا الكابتن ندى صلاح الإدارية بقطاع الناشئين والبراعم بنادي المصري، الكابتن سامح مدني من الشخصيات الجميلة، كابتن سامح هو المدير الفني بقطاع الناشئين بنادي المصري اف سي. طبعا اللاعبين المميزين اللي تم توقيعهم للنادي الكابتن السعيد خضر من مدربي حراس المرمى الجيدين في القطاع، واللي عامل شغل كويس جدا هذا الموسم. تمام. ده بعض اللاعبين، الكابتن عمر من الشخصيات الجميلة جدا واللي عامل شغل جيد، والكابتن سعيد. ده مدربين القطاع، الكابتن محمد بيبو، كابتن احمد دودار. طبعا قبل ما اختم في هذه الفقرة حابب تشكر بقى مين يا ابو وردة؟ شكر خاص بقى، عايز تشكر مين؟ كابتن شحاته هجرس. تمام. كابتن محمد هجرس. هم تعبوا معانا قوي وهنكون عند حسن الظن. حبيبي نور، في الختام حابب تشكر مين بقى؟ بشكر كابتن محمد هجرس وكابتن شحاته طبعا، لهم فضل كبير علينا قوي. كابتن محمد هجرس بيتعب معانا، ما بيقولش اي حاجه، بيتعب معانا جامد، بيقدم لنا يعني كل حاجه. حابب اشكر طبعا زمايلي معايا في الفريق، في ما بيننا روح كبيره جدا. يلا ربنا يوفقكم كابتن شحاته. طبعا انا سعيد في لقائي معك طبعا. في شكر، اتفضل. في شكر كلمه بس، اتفضل. انا في البرنامج بتاع حضرتك ده، انا شرف لنا ان احنا نكون متواجدين معاك ومساعدين باللقاء ده. تمام. بس انا عايز حضرتك تفتكر الاثنين لعيبه دول ان شاء الله بزي النبأ اليوم. رشاد ده انا عايزك تفتكر احمد فتحي كده بتاع الاهلي ان شاء الله باذن الله، وتفتكر برضه هنشوفه في الملعب. لا نور ده، نور ده راس حربه خطير قوي حكم، خد بالك. وان شاء الله هنعمل لقاءات مع ابو قير 7 و8 ان شاء الله، وهنشوف اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر الضيوف الكرام، الكابتن شحاته هجس المدير الفني لمواليد 2001 بنادي ابو قير الرياضي. شكرا جزيلا كابتن شحاته، وبشكر اللاعب الجميل اللاعب ابو ورده مواليد 2008. شكرا لابو ورده، واللاعب نور رشاد. شكرا لنور. هنطلع طبعا لتقرير نادي النصر للصلب طبعا، وفريق ال 2001 2005 والشغل العالي، وحاجه كويسه لهذا القطاع. ونستقبل ضيوفي الكرام، الدكتور خالد الجمال المدير الفني لمواليد 2005 بنادي المصري اف سي. كابتن حماد عبد الهادي مشرف قطاع الناشئين بنادي النصر. طبعا الاول بوجه الشكر لمدير الكوره كابتن احمد فواز على مجهوده معانا وتعبه معانا، نشكره طبعا. طبعا انتم شايفين هنا الاجواء اهيت، ده قطاع ده سن ال 2007، في سن البراعم اهوت، في قطاع في ال 2004 2005. طبعا احنا هنا اخترنا الملعب دوت، يعني الملعب ده بيمتازوا حاجات كبيره قوي، زي انبي، زي المقاولين، زي الاهلي، زي انديه كبيره زي نادي سموحه، اللي احنا اتمرن على ملعب نجيل طبيعي، ده مش موجود في بعض قطاعات الناشئين في الانديه، كله بتلقى ملعب صناعي، وده بيبقى غلط على بعض الاولاد بعد كده في الظهر والرجلين، بيسبب اصابات ومشاكل كتيره قوي. طبعا الملعب ده يمتازه حاجات كتيره قوي، زي ما قلت لك عندنا هنا فندق، هنا فندق اقامه للعيبه، عندنا جيم، عندنا بيسين للعيبه، عندنا كل حاجه، موفرين كل المميزات اللي هي تقدر تخلي اللاعب لعيب سوبر في اخر الموسم، احنا موفرينها له. طبعا مفيش اكتر من اللي احنا مثلا معانا مدربين على اعلى مستوى. طبعا عبد الرحمن محمد شوقي شهير بالونش. مركزك ايه؟ سيرد باك. مواليد سنه كام؟ 2007. ايه المميز هنا في نادي النصر؟ مدربين على اعلى مستوى، وكمان في جيم، وفي هنعمل معسكرات، وفي فندق، وفي الملعب، ومدربين كويسين جدا. تستفاد ايه؟ باجي بتمرن، فطبيعي لازم يبقى عندي بدني كويس، وبستفاد في الكوره وبستفاد كل حاجه. نتعرف باسمك؟ محمد محمود. مواليد سنه كام؟ 2005. مركزك ايه؟ ديفندر. ايه طموحك الفتره الجايه؟ الفتره الجايه ان شاء الله احنا عاملين معسكرات تدريب، وفي جيم، وفي طبعا احنا معانا مدربين على اعلى مستوى زي الكابتن حماده والكابتن علي والكابتن محمد عقيلي، وان شاء الله الفتره الجايه نكون في احسن مكان ان شاء الله. رب اسمك؟ ضهر ابو زيد فضل. ضهر ابو زيد فضل. مركزك ايه؟ صانع العاب، هاف ديفندر. مواليد سنه كام؟ 2004. ايه المميز اللي لقيته في نادي النصر هنا؟ كل حاجه، يعني مدربين على اعلى مستوى، وهنا يعني في معسكرات وفي كل حاجه، يعني مدربين على اعلى مستوى ونادي كويس، وان شاء الله نحقق
مركز جيد في الدوري ان شاء الله. مواليد سنه كام؟ 2010. يعني طموحك ايه الفتره الجايه؟ طموح ان شاء الله نعمل حاجه كويسه في الدوري وناخد مركز حلو ان شاء الله. عزيزي الاعلامي كابتن احمد فواز، لسه مستمرين مع قطاع الناشئين في نادي النصر على ملعب مدينه مبارك التعليميه، ونتعرف بيك. يوسف احمد جمعه، شايل بكريستيانو. مركزك ايه؟ هاف شمال او بلعب جوكر، انا لعبت في كل الاماكن. مواليد سنه كام؟ انا مواليد 2007. يعني طموحك ايه الفتره الجايه؟ ان شاء الله نحقق دوري القاهره، واللعيبه ان شاء الله كلها تبقى رجاله، وهننفذ وهنبقى تحت امر كابتن حماد. عزيزي الاعلامي كابتن احمد فواز، لسه مستمرين في لتغطيه تدريبات قطاع ناشئين بنادي النصر، تعرف اسم حضرتك؟ كابتن محمد العقيلي، مدير اداري نادي النصر. يعني حضرتك كلمنا كده نبذه كده عن نادي النصر وقطاع الناشئين في نادي النصر. والله هنا يعني الحمد لله حاجه كويسه، اولا الملعب نجيل طبيعي، ثاني حاجه احنا مخصصين للاولاد جيم كل فتره، معسكرات ان شاء الله نبدا نعملها قبل بدايه المباراه الوديه والدوري. معانا الحمد لله مدربين على اعلى مستوى، الكابتن حماده والكابتن علي والكابتن احمد، يعني الحمد لله معانا برضه بنختار العناصر المميزه اللي هي نقدر بها نحقق نتائج كويسه يعني. عزيزي الاعلامي كابتن احمد فواز، بنرحب بيك مره ثانيه في ملعب مدينه المبارك التعليميه وتغطيه لاجواء تدريبات نادي النصر لقطاع الناشئين، ومع اولياء الامور نتشرف باسم حضرتك. هاني رجب ان شاء الله. يعني كلمنا كده عن ابن حضرتك هنا، يعني اسمه ايه ومركزه؟ ورجعنا لكم تاني في الفقرة الثالثة، وانضم إلي الدكتور خالد الجمال المدير الفني لمواليد 2005 بنادي المصري اف سي. أهلا وسهلا دكتور. ربنا يخليك يا كابتن أحمد، بركة في حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى ثم حضرتك. الله إن شاء الله بإذن الله يبقى موسم جيد وموفق على مصر كلها وعلى الرياضة المصرية. إن شاء الله الأولاد هيثبتوا إن هم عند حسن ظنك إن شاء الله، هيبقى في حاجة كويسة إن شاء الله السنة دي بإذن الله تعالى. حبيبي الدكتور، ومعايا طبعا اللاعبين الجيدين، اللاعب مصطفى محمد عبد العزيز مواليد 2006. أهلا مصطفى. أهلا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. ومعايا اللاعب الجميل، اللاعب مصطفى مبروك أبو تريكا، أيضا مواليد 2006. أخبارك يا درش؟ الحمد لله كابتن. عامل إيه؟ المصطفين ها؟ يلا ربنا يوفقك. دكتور خالد، عايز أتكلم عن قطاع الناشئين بنادي المصري السلوم اف سي اللي هو ممتاز به طبعا، واستعداداتك لهذا الموسم ان شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين، واحنا بالبرنامج اللي مقترح من اللجنه كلها ومن حضرتك كرئيس القطاع، احنا في تشكيل لجان للاختبارات في جميع المحافظات المصريه. تمام. وانتقاء اي ناشئ. اللاعب المميز اللي احنا بنشوفه طبعا لعيب الكره ما يختلفش عليه حد. تمام. امانه. الناحيه البدنيه وناحيه البنيان الجسدي والحاجات دي كلها بتعمل لها استكمال مع برامج التدريب اللي احنا حاطينها، لان المخطط موضوع اصلا بقاله شهرين اتنين بعد صعود الحمد لله المصري السلوم وتحول مجموعه القاهره. تمام. حط البرنامج والمخطط، مش عايز اقول انه محطوط من حضرتك ومجموعه المستشارين اللي موجودين دايما معانا في النادي. تمام. لكن احنا دلوقتي الحمد لله على مستوى المحافظات احنا بقينا منقين اكتر من حوالي 60 لعيب في كل مجموعه. تمام. ده لسه كمان هي الاختبارات طبعا. ده كمان احنا بننقي المميز، لان احنا قلنا لكل المجموعه المختبره ان احنا عايزين لاعب المميز فقط، لان احنا دلوقتي اللي يخدم النادي اللي يخدم بيلعب ممتاز بشكل كويس، مجموعه تبقى قويه. تمام. جدا جدا معاك ده برضو متمسة. الممتاز بيه برضو عايز اقول لك برضو هيبقى الولد هيلعب دوري جمهوريه مرتبط. خلاص كده مرتبط مرتبط بالفريق الاول. تمام. يعني انت عندك هيبقى حوالي 22 مباراه لكل الفرق في قطاع الناشئين حتى 2007. تمام. يعني شيء مش بسيط ولا سهل. طيب قبل بس ما ارجع معاك، معايا الكابتن عبد الرؤوف الحنطور طبعا مراسل البرنامج. اهلا وسهلا استاذ عبد الرؤوف. الو. طب انفصل الاتصال، يا ريت تجيبه لنا تاني. مصطفى، قول لي مصطفى كده، عايزك تكلمني كده، مركزك ايه ولعبت فين قبل كده؟ انا مركزي هاف رايت. تمام. ولعبت قبل كده في المستقبل في نادي المستقبل، كنت بلعب بدوري الجيزه. تمام. كنت حاصل على الهداف في دوري الجيزه. ولعبت مع الدكتور خالد الجمال طبعا، هو مصطفى محمد عبد العزيز. هو المشرف لده كله. هو اللي بيتعب معانا وكده. وبحب برضه اشكر مامتي وبابايا. تمام. الشكر ده بعدين بقى ما اخلصه معاك كده، بس قول لي انت مصطفى عنده ميزه كبيره قوي يا كابتن احمد. اتفضل. لعيب رجله الشمال. هو مش اشول بس عنده رجله الشمال مميزه جدا جدا، فهو قصته كلها حابب زي الكابتن محمد صلاح، عايز يترمي دايما على الطرف اليمين ويدخل على جوه الملعب، مع انه لما بيطلع ايضا برضه في الطرف الشمال بيعمل اوفرات عرضيه بالمقاس والمسطره بصراحه. طيب رجع تاني الاتصال، الكابتن عبد الرؤوف الحنطور طبعا مراسل للبرنامج. اهلا وسهلا كابتن عبد الرؤوف.
طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ وعليكم السلام يا كابتن احمد. طبعا برحب بحضرتك وبرحب والله الحمد لله برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك الكرام اللي موجودين معاك في الاستوديو. حبيبي كابتن عبد الرؤوف. كابتن عبد الرؤوف طبعا استدل الصدار على المجموعه التاسعه اللي انت كنت متواجد في الملعب اليوم طبعا بصعود نادي شيكو للممتاز به. طبعا يا كابتن احمد بعد المباراه الاخيره مباراه بايونيرز وعمال المنصوره التي اقيمت على ملعب استاد شربين فاز نادي بايونيرز باللقاء بنتيجه 2-1 في اللحظات الاخيره في الدقيقه 40 يا كابتن احمد. حصلت فريق بايونيرز على ركله جزاء وسجلها اللاعب حماده يحيى لاعب بايونيرز. تمام. وشفنا الفرحه العامره في اجواء الملعب يا كابتن احمد في ارضيه الملعب. الجهاز الفني بقياده الكابتن مصطفى مرعي ورئيس النادي الاستاذ محمد عطيه فرحه عارمه يا كابتن احمد في الاجواء الرياضيه بالفوز والصعود للممتاز به او القسم الثاني. ومع حضرتك اعرض لحضرتك الفرق اللي هبطت للقسم الرابع يا كابتن احمد. اتفضل يا كابتن. معانا كهرباء طلخه ومعانا دقدوس والمنزله وعمال المنصوره، بينما الفرق بعد انتهاء الموسم الترتيب الجدول يا كابتن احمد. اتفضل. معانا ترتيب الجدول بايونيرز برصيد 65 نقطه، نابورو برصيد 63 نقطه، بالاس في المركز الثالث برصيد 53 نقطه، بينما ميجا سبورت برصيد 41 نقطه، ونادي الامير برصيد 40 نقطه، وشربين في المركز السادس برصيد 39 نقطه. بس عندي خبر يا كابتن احمد. اتفضل يا كابتن. ان نادي شربين يصعد للمركز الخامس عن لان النهارده نادي الامير مركز شباب يا كابتن احمد وماهوش مسجل في اتحاد الكوره، مسجل مركز شباب. بكده يوصل نادي شربين للمركز الخامس مباشره وصوت يوصل للجماهير العموميه في اتحاد الكوره. شكرا جزيلا كابتن عبد الرؤوف الحنطور طبعا مراسل البرنامج الجميل. دكتور خالد عايز اتكلم برضو عن الاستعدادات القويه للقطاع وبالاخص فريق ال 2005 وبعض اللاعبين المميزين بالفريق. ان شاء الله يا كابتن احمد باذن الله رب العالمين احنا القرار بتاعنا ان احنا نخلص فتره الاختبارات الاول عشان يكون استقر الانتقاء. تمام. عشان لما نبدا برنامج الاعداد ما يبقاش لسه في احتمال لضم حد او غيره. لعيبه جيده في الاختبارات؟ بصراحه. يعني تم انتقاء بسم الله ما شاء الله احنا عندنا حارس مرمى الله اكبر بجد مواليد 2005 انا عن نفسي شفته في الملعب. لا بجد هيبقى مستقبل كره قدم. طب كويس. لعيب بسم الله البنيان الجسدي الارتقاء المرونه الرشاقه درايه خلفيه المرمى. تمام. درايته بال 18 لقيت انه متاسس بسم الله ما شاء الله. اول حاجه انا بجد بشكر المدرب اللي اسس اللعيب ده. اللعيب هيبقى باذن الله رب العالمين مكسب للكره المصريه. تمام. صغير في السن بس بسم الله ما شاء الله. طب انت برضو متواجد معانا عشان معانا لاعبين اخرين. قول لي كده مصطفى محمد عبد العزيز كلمني كده عن يعني طموحك ايه في الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله هلعب في ممتاز بيه في دوري مصر السلوم اف سي ونحقق امتيازات كبيره ان شاء الله ونطلع مركز كبير ان شاء الله. تمام. طموحاتك برضه يا مصطفى مبروك. ان شاء الله. انا كنت لاعب في نادي المستقبل بس انضميت قريب لنادي المصري اف سي مع الكابتن خالد الجمال كان ضمني نادي المستقبل لنادي المصري اف سي. ولما انا انضميت انا ومجموعه من اللاعبين كنا محققين مستوى كويس في نادي المستقبل ورحنا نادي المصري. ان شاء الله احنا بنتمرن كويس ومستعدين كويس عشان نحقق مستوى كويس يعني السنه دي. ربنا يوفقك يا رب. طبعا ما زلنا في فقره مواهب على الطريق، هنطلع لتقرير او نكمل تقرير نادي النصر للصلب ونستأنف طبعا او نستقبل لاعبين جيدين اخرين من لاعبي قطاع الملاعب بنادي المصري اف سي. الاعلامي كابتن احمد فواز لسه مستمرين لتغطيه تدريبات قطاع ناشئين بنادي النصر. تعرف اسم حضرتك؟ كابتن محمد العقيلي مدير اداري نادي النصر. يعني حضرتك كلمنا كده نبذه كده عن نادي النصر وقطاع الناشئين في نادي النصر. والله هنا يعني الحمد لله حاجه كويسه. اولا الملعب نجيل طبيعي. ثاني حاجة احنا مخصصين للأولاد جيم كل فترة، معسكرات ان شاء الله نبدأ نعملها قبل بداية المباراة الودية والدوري.
معانا الحمد لله مدربين على اعلى مستوى، كابتن حماده وكابتن علي وكابتن احمد. كان الحمد لله معانا برضه بنختار العناصر المميزه اللي هي نقدر بقى نحقق نتائج كويسه يعني. عزيزي الاعلامي كابتن احمد فواز، بنرحب بيك مره تانية في ملعب مدينه المبارك التعليميه وتغطيه لاجواء تدريبات نادي النصر لقطاع الناشئين ومع اولياء الامور. نتشرف باسم حضرتك. هاني رجب ان شاء الله. يعني كلمنا كده عن ابن حضرتك هنا، يعني اسمه ايه ومركزه وبيلعب مركز ايه؟ تمام. هو محمد هاني رجب، بيلعب حضرتك في مركز الباك اليمين، وربنا يكرمه ان شاء الله. ديت فقدمت له مع الكابتن احمد عبد الهادي، وبصراحه شايفين ان في تقدم مع الكابتن احمد عبد الهادي. طب ايه المميزات في نادي النصر هنا؟ المميزات صراحه يعني الكابتن احمد نفسه بالنسبه كمان المنطقه هنا ماشي، طبعا في اماكن للمعسكرات، طبعا في اماكن للجيم، طبعا برضه الملعب نفسه، زائد ان في حمام سباحه هو كل ده للعيبه. فدي بعض المميزات اللي خدناها طبعا من الكابتن احمد، زائد الكابتن احمد نفسه انضم الي. طبعا رجع لكم تاني وانضم الي اللاعبين الجيدين اللاعب محمد جمعه مواليد 2003 لاعب نادي المصري في سي. اهلا وسهلا جمعه، مبروك يا حبيبي. الحمد لله. واللاعب محمد عبد الرحمن مواليد 2004 بنادي المصري ايضا. اهلا وسهلا محمد، مبروك. ايه دكتور خالد، كلمنا على اللاعبين الجيدين دول، انت بتشكر فيهم من بدري. لا بسم الله ما شاء الله، اللاعب بالنسبه لجمعه، جمعه لاعب سردباك مواليد 2003، عنده مزاج كتيره جدا. تمام. لعب مباريات كتيره جدا خد فيها الخبره وخد فيها الاكتساب. جمعه كان في بدايته فروت، لعب فروت، اما رجع وبقى سردباك واقتنع بالمكان بسم الله ما شاء الله بيأدي فيه كويس جدا. تمام. عنده البنيان القوي، عنده القوه وعنده الاراده داخل الملعب، بيشتغل على نفسه كويس جدا. جمعه كان عنده مشكله صغيره قوي في موضوع النظر، الحمد لله رب العالمين. تمام. تم تغاضيها والحمد لله قدرنا عليها. تفرج على جمعه في الملعب دلوقتي، عنده ثقه وثبات في نفسه جدا. ان شاء الله اتمنى له السنه دي ان شاء الله يقبل كويس جدا مع المصري. يعني انت مركزك مساك جمعه سردباك. قبل كده كنت فين؟ في نادي المستقبل، لعبت مع الدكتور خالد موسم الموسم اللي فات. ودلوقتي ان شاء الله انضميت للمصري اف سي ممتاز بيه. وانت محمد عبد الرحمن مواليد كام انت الاول؟ مركزك ايه؟ سردباك. سردباك برضه؟ ايه الحكايه سردباك؟ يلا ربنا يوفقك. واللي لعبت فين قبل كده؟ لعبت مع الكابتن خالد في نجوم المستقبل. تمام. السنه اللي فاتت السنه ان شاء الله جاهزين باذن الله. ان شاء الله. محمد عبد الرحمن من اللعيبه بصراحه يا كابتن احمد اللي هيمين تستمتع بها في اداء السردباك. ليه بقى؟ ما عندوش فزلكه. تمام. بصراحه لعيب راسي عادي كده. كوره للكوره. قول لي كده يا عبد الرحمن، حابب تشكر مين كده قبل ما اخطفها كده؟ والدي ووالدتي وقفوا معايا كتير. تمام. وحابب اشكر الكابتن خالد، وقف معانا كتير، وقف مع لعيبك كلك. تمام. وانت يا جمعه؟ اول حاجه طبعا بشكر ربنا اول حاجه طبعا، وبعد كده الدكتور خالد الجمال ووالدي ووالدتي، وان شاء الله كان عند حسن ظن الكابتن خالد، وان شاء الله اقدم موسم كويس مع المصري، وان شاء الله السنه الجايه اكون في الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله كده لو حاجه كويسه كده باذن الله. جمعه انت ومحمد عبد الرحمن كده ان شاء الله. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام المسؤولين عن قطاع الناشئين بنادي النصر. ده الصمت. كابتن حماد عبد الهادي مشرف قطاع الناشئين بنادي النصر. طبعا الاول بوجه الشكر لمدير الكره كابتن احمد فواز على مجهوده معانا وتعبه معانا، بنشكره طبعا. طبعا انتم شايفين هنا الاجواء اهيت، ده قطاع ده سن 2007. ورجعنا لكم تاني وانضم الي في هذه الفقره معي الكابتن حماده. اخبارك يا كابتن حماد، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. كابتن انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام الحمد لله. حبيبي كابتن حماده. ومعايا طبعا الكابتن علي ابو سعده من المدربين المتميزين بالقطاع. على وسط كابتن حبيبي كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كابتن، كله تمام بخير. كلمني كده، احنا شايفين في التقرير حاجه كويسه، يعني شغل محترم، شغل جيد. كلمني كده عن هذا العمل المحترم ده. والله كابتن احنا بنحمد ربنا، يعني بدانا بدايه كويسه جدا مع في القطاع، بدانا بدايه صح مع اللعيبه. اختلفنا عن الانديه، عن انديه مصر شويه، اللي احنا بدانا بدري الاختبارات، اكتسبنا بعض اللعيبه الكويسه والمميزه بدري ما شاء الله. معانا لعيبه اكتسبناها بدري، لعيبه كويسه جدا، بنتمنى يبقى اضافه للعيبه القديمه، يبقى في تناسق مع بعضيهم، ونتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله في الدوري السنه دي. احنا هدفنا كله ان احنا نخش نعمل حاجه كويسه، اللي احنا نقدر نسوق بعض اللعيبه الانديه الكبيره طبعا، من خلال نادي النصر، من خلال الدوري ان شاء الله. هنقول لكم انا وكابتن اكرامي باذن الله نتفرجوا على المواهب ديت وحاجه كويسه. حبيبي كابتن هادي. كابتن ابو سعده، كلمني برضو عن القطاع كده، يعني حاجه كويسه او المرحله السنيه الصغيره دي حاجه كويسه، انا شايف براعم. طبعا حاجه كويسه. اتفضل. الحمد لله زي ما الكابتن قال، احنا بدانا بدري، بدانا نجمع الفرق بدري،
الحمد لله معنا لعيبة كويسة، معنا لعيبة على أعلى مستوى. إن شاء الله خطتنا إن احنا نعمل حاجة كويسة في الدوري السنة دي، مش داخلين كده وخلاص، إن شاء الله نحقق مركز كويس بإذن الله. معنا لعيبة مميزة جدا، آخر الموسم إن شاء الله يبقى معنا لعيبة في أندية كبيرة جدا إن شاء الله. معنا لاعبين واعدين جدا في 2010 و2009، ومعنا لعيبة كويسة جدا في مواليد 2006 و2007، معنا لعيبة كويسة جدا في مواليد 2004، لعيبة سوبر تلعب في أي مكان، بس الحمد لله هم موجودين معنا السنة دي، ونتمنى لهم إن شاء الله في آخر الموسم يكونوا في مكان كبير بإذن الله. كابتن هادي، يعني الكابتن عقيل ما جاش النهارده طبعا، بس هو له ظروف خاصة، ظروف ربنا يكرمه كده عشان قال عليها، من الشخصيات الجميلة اللي جداً عامل شغل كويس، شغل محترم كابتن طبعا. كابتن محمد طبعا مش معرفة السنة دي، معرفة ثلاث سنين شغل مع بعضينا، حد موثوق فيه لدرجه كبيره جدا، اولياء الامور واثقه فيه طبعًا، كل الثقه صح، دي حاجه شايفها حاجه كويسه قوي لمسها. وكمان الحاجه كمان الثانيه اللي هو يعني ثقه لاي حد، معاملته الراجل واضح، كلامه واضح لاي حد، الراجل بيجي في اول السنه بيحط السيستم بتاعه بيمشي عليه، لا يختلف شيء عن اي مكان كبير. تمام. الحاجه اللي هو بيقولها لا يرجع فيها ابدا، حتى لو جاء على حساب نفسه. بتمنى له التوفيق طبعا كابتن محمد، وبتمنى له التوفيق لابن عبد الرحمن، عنده ابن كويس جدا 2010، من الناس المحترمه جدا وبيضيف كتير طبعا. طب في لاعبين مميزين مولين عندنا لعيبه، انا ممكن اذكر لعيبه لبعض اللعيبه القديمه واللعيبه اللي احنا كسبناها الجديده. في عمار محمد ده من 2007، لعيب كويس جدا، من الناس كابتن انت تحب تتفرج عليها، محمد ابراهيم بتاع سيراميكا، من الناس حسام غالي، من الناس اللي انت تحب تتمتع بيها بمستوى، لعيب كويس جدا. عندنا من اللعيبه اللي احنا كسبناها في الاختبارات، في سرحان احمد عبد السلام ده من اللعيبه اللي مستقبل باهر قوي، في محمد محمود ماضي من اللعيبه الكويسه، في مصطفى محمد بيوم من اللعيبه برده كويسه. اكتسبنا بعض اللعيبه بدري قوي، زي ما قلت لك احنا يعني اختلفنا عن بعض الانديه الكبيره كمان، اللي احنا بدانا اختبارات بدري، عرفنا نكتسب اللعيبه الكويسه قبل ما اروح الاماكن الكبيره وكده، والحمد لله بنتمنى ان احنا نعمل موسم موفق ان شاء الله، موسم كبير ان شاء الله يليق باسم نادي النصر واسم الكباتن اللي هي في نادي النصر. معانا كباتن على اعلى مستوى طبعا، معاهم شهادات على اعلى مستوى، عن علم وعن دراسه، بيشتغلوا مع الاولاد، بيطلعوا لعيبه كويسه طبعا، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. كابتن علي ابو سعده برضه، يعني عايز اتكلم عن اميز اللاعبين في قطاع البراعم او في مرحله البراعم الموجوده معاكم. والله في مرحله البراعم معانا لعيبه كويسه جدا على اعلى مستوى. معايا اللاعب عبد الرحمن محمد العقيلي الشهير بتناكا، لاعب كويس قوي. معايا عبد الله محمد امبابي، معايا احمد محمود صالح، معايا كريم خيري، معايا لعيبه مميزه جدا زي احمد هلال، معايا برضو مصطفى محمد بيومي، معايا مالك محمد سيد، معايا برضو مميزين، لعيبه مميزه جدا وعلى اعلى مستوى، محمد حمد عطيه، معايا محمود سعد، معايا رمضان اشرف، لعيبه بصراحه على اعلى مستوى، لعيبه كويسه جدا. والافضل يا كابتن من ان هم كويسين كرويا، ان هم ناس ملتزمه، ناس مهتمه، عايزين يبقوا حاجه، عايزين يحققوا مستقبل كويس، اهاليهم واولياء امورهم واقفه في ظهرهم، ودي الحاجه الكويسه اللي هتخليهم يكملوا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا قبل ما اختم مع ضيوف الكرام، طبعا جاءنا هذا البيان، الاهلي بدون جمهور في مباراه الاهلي والترجي التونسي. طبعا الامن يرفض اقامه المباراه داخل القاهره بجمهور، ولكن بجمهور خارج القاهره. طبعا هنتاكد من صحه هذا طبعا البيان، ولكن مصدر موثوق طبعا هذا البيان. طبعا يا ريت نتمنى طبعا نلاقي الاهلي بفرحه الجماهير، الحمد لله احنا في ظل الامن والامان بقياده الحكيمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان شاء الله قادرين على اخراج هذه المهمه الوطنيه والمباراه تليق بمصر وجوهره مصر ان شاء الله، النادي الاهلي، والمباراه تقام بالقاهره. نتمنى ذلك باذن الله، وكل التوفيق والامال بصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه ان شاء الله. طبعا في الختام بحب اشكر ضيفي الكريم الكابتن هادي، شكرا جزيلا كابتن هادي على الشغل اللي انت عامله، حاجه كويسه كده، وان شاء الله تقرب باذن الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى موسم موفق للنادي النصر ولاعيبه نادي النصر والجهاز اللي موجود في نادي النصر ان شاء الله باذن الله. كابتن حماده ومعايا طبعا الكابتن علي طبعا ابو سعده، بنشكره طبعا على وجوده معانا، شكرا جزيلا كابتن علي. شكرا لك، كل الشكر يا كابتن على الاضافه الجميله دي، و
وان شاء الله حضرتك تبقى موجود معنا وتشوف اللعيبه المميزه ان شاء الله باذن الله وتبقى موسم موفق لنا كلنا باذن الله. في ختام هذه الفقره بشكر ضيوفي الكرام وان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 12 مساء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.